السلام عليكم يا جماعة، شنية الحكاية اللي ما تعرفوهاش على بيت 365 في تونس؟ موش كان للمراهنات الرياضية. في السنوات الأخيرة شفنا برشة توانسة دخلوا في عالم المراهنات والألعاب على الأنترنت. مع انتشار استعمال الأنترنت والتليفونات الذكية، منصات كيف بيت 365 ولات مشهورة برشة بين التوانسة. أما علاش بيت 365 مشهورة هكا؟ أول حاجة، فيها برشة خيارات للمراهنات حتى على ماتشوات الكورة، الرياضة المفضلة في تونس. والموقع سهل في الاستعمال وتنجم تخدمه من التليفون متاعك، يعني تنجم تراهن في أي وقت ومن أي بلاصة. من الناحية الأخرى، الوضعية القانونية للمراهنات على الأنترنت في تونس ما زالت ما فماش فيها شفافية. صحيح المراهنات على الأنترنت قاعدة تزيد، أما القوانين ما زالت ما تطورتش بالكامل، الشيء اللي يخلي الناس اللي يستعملوا فيها في وضعية قانونية مش واضحة. في الفيديو هذا بش نحكيه كيفاش الظاهرة هذه تأثر على المجتمع التونسي وعلاش من المهم نتعاملوا معها بحذر. شنو رأيكم في استعمال بيت 365 في تونس؟ شكون يتوقع للظاهرة هذه بش تزيد تكبر؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات.